الاطلاق. معي على الهاتف اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا. اهلا بيك سياده المحافظ. اهلا اهلا استاذ ناشد، اهلا وسهلا بيك. طمنا على المنيا وبني مزار. المنيا الحمد لله الامور مستقره، احنا خدنا عملنا كافه الاجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، والمسابقه فيهم تم اخذ العينات منهم وانتظار النتائج. في كم مشتبه عندكم يا سياده المحافظ؟ لا دي وزاره الصحه اللي عارفاهم يعني، بس حضرتك احنا خدنا اجراءات عده تمام بالتنسيق مع مديريه الصحه بالمحافظه لمواجهه الفيروس. قفلنا المقاهي والشيشات، يعني منعنا الشيشه من المقاهي، منعنا التجمعات في الافراح والاحتفالات والمناسبات وصنادق العزاء والاجتماعات. خدنا استقبلنا شكاوى المواطنين، كان بيعقد لقاء جماهيري اسبوعي منعناه، وخدنا كافه الشكاوى على الالكتروني وعلى التليفونات. أوقفنا جميع الأسواق الأسبوعية بمراكز المحافظة. نظمنا حملات مكثفة لضبط الأسواق. منعنا الدروس الخصوصية في السناتر وقفلنا 178 سنتر ومركز تعليم ودار حضانة. ممتاز. يعني حضرتك أخذنا كافة الإجراءات. أصدرت قرار بتخفيض عدد العاملين في توجيهات السيد رئيس دولة رئيس مجلس الوزراء. صحيح. في كافة المصالح. بالتلت والتلتين بحيث ان احنا نخفف اي تجمعات. سيادة المحافظ أسامة القاضي، يعني اسال الله سبحانه وتعالى ان يقي مصر ويقي محافظة المنيا، وانت طمنتني طبعا الاجراءات